ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاجأ يومه الثلاثاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب فيديو لمغربية مستلقاة على بطنها وتجري عملية لتكبير الأرداف بالقلة وهي عارية. وقد ظهرت المغربية التي تنحدر على ما يبدو من خنيفرة حسب الفيديو الغير صالح للنشر، وهي تتألم وتتحدث بأريحية رفقة صديقتها التي تلتقط الفيديو، وهما تتبادلان أطراف الحديث رفقة السيدة التي تجري العملية بما بات يعرف بالقلة. ومعلوم أن بعض النساء تجرين عمليات في المؤخرة لتكبيرها، حيث توضع القلة تحتوي على الماء الحارق في المؤخرة بهدف تجميع اللحم في منطقة واحدة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.